واخدين فلوس، عمال تكلم الناس كل واحد في ودنه، والناس برضو متخلفه نازله. ما علينا. جيت طب معايا تاني بس رجعنا تاني يا استاذ محمد. اهلا بيك يا استاذ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. كل سنه وانت طيب يا استاذ محمد. وانت طيب يا باشا. اتفضل. استاذ نجات. السلام عليكم يا استاذ نجات. نعم. السلام عليكم يا استاذ نجات. عليكم السلام وبركاته، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا بيك. الحاجات اللي حضرتك ذكرتيها ديت لا تقودنا الا لحقيقه واحده. انت الكلام اللي قلتيه ده بما ان اذا حضرتك قلتي بما ان الا علينا ان احنا نقول اذا نستنتج. عارفه انت خليتينا نستنتج ايه؟ نستنتج ان الدوله دي لا فيها امن ولا فيها مخابرات ولا لا فيها حضرتك أمن. انا قلت الدوله واكدت ان الدوله شافت شغلها كويس جدا والاجهزه ما قصرتش في عملها. هو القرار في النهايه يا استاذ محمد، القرار في النهايه في ايد مين؟ في ايد رئيس الجمهوريه حضرتك استاذ محمد. هو الاجهزه ما قصرتش في عملها، وده اللي انت خليتي الدوله مخترقه من كل حته في جسمها. ده انت خليتي الدوله ما فيهاش ريحه الامن. فين الدوله ما فيهاش ريحه الامن ازاي؟ ده يا لهوي استاذ محمد، يعني انت بس بالراحه عليا. دلوقتي جورنان شغال من ايام ما فتح العراق ولا من ايام احتلال الكويت، وانت اللي عارفه والمخابرات مش عارفه والامن الدوله مش عارف. انت بتخرفي ولا ايه؟ لا استاذ محمد بعد اذنك، بعد اذنك استاذ محمد، ولا انت راجل استاذ محمد بعد اذنك يعني الحوار ما ينفعش كده، عشان انا ما اقبلش برضو ان الضيف الكريم يتهم حد بيتصل على الهوا يقول انت بتخرف. لازم نحترم بعض، وجهات النظر لازم كلنا نحترمها حتى لو اختلفت معايا او اتفقت. بشكرك جدا يا استاذ محمد.